حاسه، حاسه بمجرد اني بس ما اطلع من البيت في الظهريه هذا الحال وورك اوت. الله يرحمنا برحمته. كيدي بوتدليس مره ما it feels like الحراره يا لطاف مرة مش 39 يا جماعة. درجة الحرارة المحسوسة feels like 45. ممكن نشوف كيف السماء. سبحان الله نايس. واو هدوء هدوء في المكان، مفيش حد غيري. انا مرة تعبانة، احس نفسي من زمان ما سويت غطا، بس والله طلعت الهرجة مي هي مرة. يعني بالامانة ما حسيت سويت ورك اوت، حسيت سويت ما ادري كل من سلف، حسيت كني كنت في معسكر. المهم هذا البوست ورك اوت، بيض ونص توست وشابورة وفي حبتين كبدة أتوقع، كبدة مو كبدة. آخر شي باقي بخلصه بس. على طرف السرير تستمع إلى قصة جدها. كان يا ما كان، كان هناك فتاة تريد انزيم الحذاء. يا صاحب الفسحة. السطر اللي بعده، تريد الدجاجة أن تبيض. لكن السلام عليكم. طيب زي ما انتم شايفين انا الحمد لله صار لي يمكن 6 شهور، خليني اقول 6 شهور، معتمدة طريقة كتابة النوايا. لكن خلال ال6 شهور هذه طريقة كتابة النوايا عندي تطورت. يعني دحين لما ارجع بالزمن للخلف واشوف النوايا تبعي وكيف كنت اكتبها اول، لاحظت اني انا كنت اكتب اول النوايا بصيغة الاستحقاق، انه انا استحق كده وكده وكده. ف
الطريقة هذه فيها من الإيجو أو خليني أقول الأنفة الشيء الكثير يعني. فبس حاليا صرت أكتبها بطريقة إنه أنا أنوي الشيء وأتركه لله خلاص وأسلمه لله. بعدين ضفت عليها إنه أنا أسبح أو أستغفر، يعني مثلا أنوي رزق من الله فبعدين أقعد أستغفر الله باسم الرزاق مثلا، ولا باسم الغني ولا الوهاب ولا الكافي. فالطريقة جدا جدا متطورة من أول ما بدأتها للآن، وأنا أنصحكم تجربوا يعني، أو ممكن أنتوا تكونوا عندكم طرق في كتابة النوايا والأهداف شاركوني فيها إذا تحبوا في التعليقات. I love you so much. See you next week. Bye.